السلام عليكم، ازيكم يا طلبة سنة ستة؟ احنا النهاردة هنكمل ليسون 1 يونت 1. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن the mass، النهاردة احنا هنتكلم عن the weight. يلا بينا يلا بينا. هنا بقى في the weight هو بيتكلم عن ايه؟ الويت بقى واضح ان هو مختلف، واضح ان هو depend on the gravity، يعني معتمد على الجاذبية. In the space طبعا there is no gravity، مفيش اي جاذبية، زي ما انت شايف كده عمالين بيطيروا حاجات. المهم there is a force that makes the object fall downward on the earth's surface and attract them to the earth's surface. This force is known as the weight. يعني هو بيتكلم هنا عن ان القوة اللي بتشد الحاجات ناحية الارض هي الجاذبية. وبيقول هنا كمان ايه؟ The measuring tool of the weight، same tool هنا المفروض هنا unit. The measuring unit is newton. يعني هو عايز يقول لك احنا هناك كنا في الماس بنقيسوا الماس بالايه؟ بالكيلوغرام والجرام، لكن weight هنا نيوتن. طب what is the newton؟ newton it is the weight of an object whose mass is 100 gram. يعني لو حد قال لك يعني ايه نيوتن ده قد ايه، تقوم انت قايل له نيوتن ده 100 جرام. يعني فاكر البيبر كلاب اللي كان موجود، او لو مش فاكر الورق اللي كان موجود في الماس اللي انا قلت لك ان هو ب 1 جرام، اعتبر يا سيدي 100 بيبر كلاب، يعني 100 دبوس من ده 100 جرام نيوتن. بس ال 100 جرام ده لو حد قال لك يعني ايه، ممكن تقول له برضو ان هي ايكوالز the mass of a small apple، يعني يدوب قد تفاحة صغيرة. The mass of the ball is 100 gram. This means that the gravitational force is 1 newton. يعني هو بيقول لك لو انت عندك كورة الماس بتاعتها اللي هي كتلتها 100 جرام، يبقى ال 100 جرام دول هم 1 نيوتن بس واحد. The second weight لسه حق weight. بيقول هنا the measuring tool of weight، we can measure the weight of an object by the spring scale. يعني التول اللي احنا هنستخدموها هنا spring scale، بقى مش common balance و sensitive balance والكلام ده. ده spring scale اللي هو بيبقى هم سمينه spring عشان هو في spring، في سوستة كده او سمبالك من جوه، وهي دي التول الوحيدة اللي بتقيس الweight عندنا. Factors affecting the weight، يعني هو بيقول لك بقى ان الماس احنا كنا قايلين ان هي constant، يعني ده ما بتتغيرش حتى لو المكان اتغير، لكن هنا الويت لا، الويت change بيتغير. ده طب ايه اللي بيغيره؟ وهي الفاكتورز دي بقى، the object mass يعني حاجه تقيله ولا خفيفه، the planet or the place where the object exists، المكان اللي هو موجود فيه الاوبجكت ده، يعني على الارض غير على القمر. ها number 3 the distance between the object and the center of the planet، يعني البعد عن مركز الايه، مركز الكوكب. هنعرف واحده واحده. اول حاجه the relation between mass and weight، ايه العلاقه ما بين الماس والويت؟ بيقول لنا when the object mass increases the weight of the object increases، يعني كل ما الحاجه الماس بتاعتها تبقى كبيره، كل ما الايه الوزن بتاعها برضو او الويت يبقى كبير. يبقى هنا في direct relationship، يعني علاقة طردية. هنا بيقول لك هيعمل activity، هنا بيجيب لك قال لك هات balance scale وهات spring scale اللي هو طبعا balance scale بتاع الماس والspring scale ده بتاع الweight and some object بقى، وهات حاجات تقيسها. طيب وبعدين هيقول هنا determine the first object mass using the balance scale. جرب بقى هات الماس بتاعت الاوبجكت دي الاول بالبالانس سكيل، بعد كده determine the object weight، قيس الوزن بتاعها و repeat the previous step with another object، وجرب حاجات تانية تقيس الماس بتاعتها والويت بتاعها. The conclusion هتستفيد ايه؟ هتستفيد ان the object mass increases the object weight increases، يعني كل ما الماس بتزيد الويت برضو هو كمان بيزيد. شايف؟ يعني مثلا هنا شايف ده الماس وده الويت، وبيقول لك هنا ال 1 كيلو جرام يبقى 10 نيوتن،
2 kilograms 20 newton, 3 30 4 45 50. يبقى احنا عندنا كده ايه؟ يبقى احنا عندنا لما ده بيزيد ده بيزيد برضو معانا. تمام، يبقى احنا خلاص عرفنا ايه، ان عرفنا دلوقتي ان by increasing the mass the weight increases، لما ده بيزيد ده هو كمان ايه بيزيد. خلاص طيب، وجمعهم لك في رول كده في قانون هنا، هو ده المهم يعني، ان بيقول لك ان weight equals mass times strength، weight equals mass times strength. طيب لو جمعناهم ممكن نحط الweight فوق هنا ونحط الماس هنا ونحط تاني هنا. طب هستفيد ايه لما اعرف كده؟ هستفيد ان انا لما اخد مثلا يسالك يقول لك هو الماس ايكوالز تايم، وانت ايه يبقى الويت اوفر 10. طب هتستفيد ايه مثلا؟ برضو ممكن يسالك تاني يقول لك هو افرض ان احنا عايزين الويت ده بكام؟ هما الاثنين تحت بعض ما اعرفش حتى منهم تنافس، لو واحد فوق واحد تحت يبقى ديفايد تاني. يبقى دلوقتي لو سألتك عن الويت ده هتقول لي ايه؟ هتقول لي ان الويت equals mass times 10. طيب ولو جيت سألتك عن اللي هو mass، هتقول لي اه الماس دي تحت يبقى الويت اوفر 10، يبقى mass equals weight over 10. تمام كده عرفنا امتى نعمل تايمز وامتى نعمل ديفايد. تمام نكمل بعد كده. بيقول هنا problem 1، طبعا احنا حقابلنا problems ودي من الحاجات اللي هي يعني مرهقة على دماغي. A cube of iron its mass equals 20 20 kilograms. A cube of iron of its mass is 20 kilogram. Find its cube's weight on the Earth's surface. طيب هنعمل ايه بقى؟ الموضوع سهل. هو بس الفكرة عشان تحل problems هنا يبقى انت لازم تبقى عارف هو عايز mass ولا weight. ازاي يعني؟ problems دي اول ما تشوف problem mass and weight وتقول حاطط الدبليو فوق اللي هي ويت والماس تحت وتم، وبعد كده تسال نفسك هو عاوز ايه؟ انت عاوز ايه؟ فتلاقي هو كاتب لك ايه؟ اكيوب اوف ايرن اتس ماس 20 كيلوغرام. طبعا لو بصت بقى اليونت كيلوغرام يبقى هي ماس، اه يبقى ده كده ماس. يقول لي فايند ذا ويت، قول لي الويت بكام؟ يبقى الويت ده هو اللي فوق، يبقى عامل له كده ويت ويت والماس انت جايبها لي ب 20، يبقى هقول اه مش انت عايز ويت، يبقى الويت ايكوالز ماس تايمز 10، يبقى انا هعمل 20 تايمز الايه الثابت زي ما هو قال كده، هتبقى ايكوالز 200 نيوتن. طبعا عايز استخدم كالكوليتر ومش عارف. بعد كده problem 2، if a man's weight 900 نيوتن. نيوتن لا ده كده يبقى جاب ايه؟ يبقى هو اللي جايب لنا weight on the earth's surface. calculate its mass. طبعا عشان احنا تعودنا ما نفكرش يبقى نروح triangle بتاعنا ونقول weight equals mass times 10. بس المرة دي هنا هو بيسأل عن مين؟ calculate the mass، احسب لي الماس بكام. يبقى اروح اعمل على الماس كده question mark كبيرة واقول لك الويت بكام؟ الويت ب 900. يبقى احنا كمان ديفايد، يبقى اقول له ايه؟ ماس equals weight over 10، يبقى 900 over 10 equals 90. المرة دي شايف كيلوغرام
don't forget the measuring unit. اوعى تنسى ال measuring unit يا شباب. يبقى عرفنا امتى نعمل times وامتى نعمل divide. تمام. بعد كده بيقول هنا الفاكتور نمبر 2. يبقى كل ده هو كان بيتكلم عن فاكتور نمبر 1 اللي هو الريليشن بتوين ماس اند ويت. تعالى بقى نشوف الفاكتور الثاني اللي هو ذا بلانيت وير ذا اوبجكت اكزيست او الكوكب اللي موجود عليه. ويت ديفرز اكوردنج تو ذا ماس اوف بلانيت اور ذا مون وير ذا اوبجكت اكزيست. يعني الويت هيفرق من الارض للقمر. An object weight on the moon equals to 1 over 6 of its weight on the earth. يعني هو عاوز يقول لك ان ال weight on the moon 1 over 6 من ال weight on the man on the earth. يعني ان ال ان من الاخر كده الوزن على القمر سدس الوزن على الارض. يعني الوزن بيبقى خفيف على ال moon on the moon بيبقى الوزن خفيف. طيب بعد كده comparison between mass and weight. دي مقارنة. أول حاجة definition بقى هو بيقفل الليسون بقى خالص بيقول لك definition mass قلنا إن definition بتاعها the amount of matter on the object لكن the weight the force which with the body attracted to the earth. يعني هي القوة اللي بتشد الحاجات للأرض. units كان mass kilogram and gram والweight كان newton. بعد كده الميجرينج تولز كان الماس بتتقاس بحاجات كتيره بالانس سكيل وان ارم سكيل وذ ا بوينتر سنسيتيف سكيل ديجيتال سكيل. الويت لا كان هو سبرينج سكيل بس اللي هو سبرينج سيستمز سبرينج. الدايركشن الماس هاز نو دايركشن لكن الويت توردز ذا سنتر اوف ذا ايرث. يعني الماس ملهاش اي اتجاه لكن الويت ناحيه الايه سنتر اوف ذا ايرث. افكت اوف ديفرنت بليسز هو بيقول لك هي الاختلاف بقى من مكان لمكان. الماس انت بتقول له ان هي constant يعني doesn't change with the change in the place ما بتتغيرش من مكان للتاني لكن الweight change from a place to another بتتغير من مكان للتاني زي ما شرحنا كده الفرق ما بين المون والإيرث وقلنا ان هو على المون بيبقى اخف. طيب كل حد هنا كده that's all about unit 1 lesson 1 ده كده يا رب تكون استفدتوا ايه بالليسون ده. طبعا احنا ممكن بعد كده نبقى نحل مع بعض اسئله برضو على زوم وهتلاقوا في الديسكريبشن ان شاء الله ازاي نتواصل مع بعض. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتشير الفيديو ولو عايز اي حاجة كلمني على طول. باي باي.